بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حياكم وبياكم وسدد على طريق الخير خطايا وخطاكم أجمعين، وأسأل المولى جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة وفائدة لنا جميعا. هذا اللقاء كما شاهدتم هو عبارة عن بعض التقنيات وبعض المهارات لحفظ القرآن الكريم ومراجعته. اللقاء سيكون فقط في التقنيات المتعلقة بالدماغ. الجزء المسؤول لدينا عن الحفظ والتذكر والذاكرة والتركيز والانتباه والملاحظة هو الدماغ. بالتالي إذا أنا قمت باستخدام تقنيات تتعلق بالدماغ أو بالأحرى مناسبة لطبيعة عمل الدماغ التي أوجدها الله عز وجل فيه، هنا ستكون النتائج أفضل. فإن شاء الله خلال هذا اللقاء سنتحدث عن بعض الأمور وبعض التقنيات وبعض الاستراتيجيات التي تتناسب مع عمل دماغك. بالتالي أنت لما تأتي وتريد أن تحفظ آيات القرآن الكريم وتستخدم هذه التقنيات وتستخدم هذه الاستراتيجيات، أنت هنا تجعل دماغك يعمل بطريقة طبيعية. الله عز وجل جعله بهذه الآلية. الأخطاء الكثيرة المنتشرة الآن في الحفظ والتذكر أنه يريد أن يستخدم طريقة، إنما هذه الطريقة ليست مناسبة لعمل دماغ، وبالتالي يكون الحفظ بالنسبة له حفظا غير جيدا، أو إذا حفظ ربما يكون النسيان سريع، أو ربما الاسترجاع يكون صعب بالنسبة له. فبإذن الله في هذا اللقاء المبارك بتواجد الجميع إن شاء الله سيكون حديثنا عن هذه الأمور، تقنيات في حفظ واسترجاع القرآن الكريم توظيفا لأبحاث الدماغ العلمية، يعني أبحاث الدماغ أجريت في شتى المجالات. سنركز هنا على أبحاث الدماغ اللي تتعلق بمهارات الحفظ والتذكر، بمعنى أن سنأخذ ما يناسبنا من هذه الأبحاث العلمية التي تتعلق بالحفظ والتذكر والاسترجاع وما إلى ذلك، وبالتالي نستخرج منها بعض المهارات اللي راح أعطيكم إياها جاهزة للتطبيق. تمام؟ إذن هذه المقدمة وهذه الأمور اللي إن شاء الله سنتحدث عنها بإذن الله. أنا سأحاول أن ألتقط بعض المشاركات أو الأسئلة، إذا كان هناك قدرة على الإجابة عليها فلا بأس، إن كتبتم سألتقط، التركيز إن شاء الله عالي، سألتقط بعض العبارات والجمل لعلي أخذها في سياق الحديث بمشيئة المولى جل في علاه. طيب ساعة كم؟ ممتاز، إذن نحن على موعدنا على بركة الله. بداية، لمن يريد أن يحفظ القرآن كاملا أو بعض الآيات أو بعض السور أو ما إلى ذلك، هناك عدة أمور وركائز أساسية لابد أن تكون موجودة. إذا فقدت هذا الشخص سيعاني، لن يستطيع أن يحفظ ولن يستطيع أن يسترجع. من أهم هذه الركائز شيء نسميه وقود الدماغ. إذا أصبح موجود الدماغ يعمل بشكل جدا رائع، إذا أصبح غير موجود للأسف الدماغ لا يتحرك، أو بالمعنى الأوضح أنه ما يعطيني قدرات اللي موجودة. الله عز وجل أعطانا قدرات في الدماغ كثيرة جدا، إنما تحتاج إشعال، تحتاج وقود. الآن السيارة إذا انتهى الوقود ما رح تعمل، رح تتوقف. الوقود للدماغ شيء يسمى الدافعية. كلمة الدافعية هذه هي المحرك الإنساني العظيم جدا. الشخص اللي عنده دافعية قوية يستطيع أن يتحدى العقبات، يستطيع بإذن الله أن يصل إلى أعلى القمم. والدافعية نوعين، دافعية تسمى دافعية داخلية، ودافعية تسمى دافعية خارجية. هذه الركيزة الأساسية المحرك الأساسي لعمل الدماغ، يعني دماغك لن يعمل إلا في ظل وجود الدافعية.
أتحدث بالتحديد هنا عن الدافعية الداخلية. إيش معنى الدافعية الداخلية؟ يعني محرك داخلي تشعر بأنه يدفعك للأمام بقوة مهما كانت التحديات. الله عز وجل وضع في دماغك جزء اسمه تحت المهاد. تحت المهاد، هذا الجزء هو مسؤول عن إعطاء الدماغ تحفيز ذاتي، يعني يعطي جرعات تحفيز ذاتية. هذا الجزء الهيبوثلاموس تحت المهاد، هذا الجزء بطبيعته يعمل بتلقائية عندما يكون عند الإنسان دافعية، أو عندما يكون عند الإنسان شيء يدفع للأمام، أو عندما يحقق الإنسان شيء. أعطيكم مثال: قرر إنسان أن يحفظ سورة من القرآن، أيا كانت السورة، حفظ هذه السورة، لم يعطي أحد مال، لم يعطي أحد جائزة، لم يعطي أحد مكافأة، لم يعطي أي إنسان شيء من الخارج. هو بمجرد أنه حقق هذا الإنجاز يشعر بسعادة وسرور، وكأنه شخص وضع عليه شيء. هو هذا معناه أنه هذا الجزء الداخلي في الدماغ اشتغل وأعطى الجرعة الداخلية التحفيزية الطبيعية. هذه أعظم جرعة تحفيزية ممكن تحصل عليها في حياتك، وهي الدافعية الداخلية وجرعة التحفيز الداخلي. إذا خلونا نتفق أنه في نظام رباني موجود لديك في دماغك يعمل بتلقائية. طيب النقطة الثانية، ما الذي يحرك هذا الشيء؟ يعني كيف أخلي الدافعية داخلية؟ إذا ما في دافعية داخلية معناها لن تستمر في حفظ القرآن. أي شخص حفظ القرآن كاملا أو بعض القرآن أكيد أنه كان عنده دافعية داخلية. الشخص اللي حقق إنجاز في حياته أكيد أنه عنده دافعية داخلية. الدافعية الخارجية اللي راح نتكلم عنها بعد شوي ضعيفة جدا، مفعولها جدا ضعيف. ما الذي يحرك لديك الدافعية الداخلية؟ هناك عدة أمور مهمة جدا جدا تحرك الدافعية الداخلية لديك. إذا قمت بها ستبدأ الطاقة الداخلية والوقود الداخلي يعمل. أول هذه الأمور أنك تقرأ وتطلع على الأجر والثواب والمميزات التي ستحصل عليها في الدنيا والآخرة عندما تحفظ القرآن. يعني لا تكتفي بحديث ولا حديثين ولا ثلاثة، حاول أن تقرأ كثيرا، وحاول أن تقرأ في مما قيل من الآثار في فضل حفظ القرآن. هذه العبارات وهذه الأحاديث ستبدأ داخليا لديك تتحرك. حاول أنك تفكر فيها، حاول أن تتمعن فيها، حاول أن تركز فيها. هذه الأشياء لو في يوم من الأيام أتاك خمول وكسل ستبدأ تحركك، ستبدأ تحفزك. ليه؟ لأنك ستتذكر يا الله خيركم خيركم من تعلم القرآن، يا الله خير البشرية، خير الناس من تعلم القرآن. بتفكيرك بهذه الطريقة ستبدأ لديك مواد كيميائية مثل الدوبامين ستعمل في دماغك وستعمل كمحفز داخلي قوي، وما إلى ذلك من الأحاديث والمقولات. إن هذه النقطة الأولى، اقرأ قبل ما تنطلق. الخطأ الكبير أنه الكثير من الناس يبدأ يأخذ المصحف ويبدأ يحفظ. لا، هناك في أشياء قبل، في نقطتين. النقطة الأولى هي الدافعية الداخلية، والنقطة الثانية سنأتي لها بعد قليل إن شاء الله. فأول شيء استعد نفسيا، حضر نفسك ذهنيا لكي تنطلق في مشروع حفظ القرآن. إذا لم تكن مستعدا ستتراجع. الشيء الثاني اللي ممكن تسويه في هذا الشيء إنك تتنافس مع ذاتك وليس مع الناس. يعني تضع لك هدف وتضع لك حد، مثلا أريد أن أحفظ في اليوم مثلا 3 صفحات، وتتحدى ذاتك. أو تضع لك مثلا أنا في نصف ساعة سأحفظ كذا،
وتتحدى ذاتك، يعني لا تتحدى الآخرين لأن الآخرين ليسوا موجودين معك، وتحدى الآخرين لا يحرك الدافعية الداخلية بشكل كبير، فأنت تتنافس مع ذاتك. أنت اليوم حفظت صفحتين، حاول أنك غدا تحفظ ثلاث، حاول أنه بعد غدا أربع، فأنت هنا تتنافس مع ذاتك. التنافس مع الذات وتحدي الذات يجعل لديك دافعية داخلية قوية جدا. وأعطيكم سر، لما تحقق الإنجازات ولو كانت صغيرة تتلذذ بها، بمعنى أنك ستأخذ جرعة كيميائية نسميها نواقل عصبية مثل الدوبامين والسيروتونين والإندروفين، هذه نواقل عصبية ستملأ دماغك، فستشعر بشعور رائع جدا ربما أنت مريت به من قبل لما حققت إنجاز في يوم من أيامك. هذا هو التفسير العلمي له. فعندما يكون لك هدف ولديك تحدي ذاتي، يعني وجود أهداف ووجود أشياء تريد أن تحققها، وتتحدى ذاتك وتتنافس مع ذاتك، هنا ستحقق بإذن الله دافعية داخلية تدفعك للأمام. هذه مو بس في حفظ القرآن، لكن حديثنا الآن عن حفظ القرآن لأنه عمل ومشروع يحتاج منا استعداد ذهني ونفسي. أيضا من الأشياء اللي ممكن تطبقها في حياتك أنك تبدأ في مشروع حفظ القرآن وأنت كلك ثقة بالله عز وجل، يعني أنت واثق بأن الله عز وجل سييسر لك أمرك، بأن الله عز وجل يسر حفظ القرآن. ولقد يسرنا القرآن، إيش؟ يا سلام، الله عز وجل يسر القرآن ليس فقط في قراءته بل حتى في حفظه. المتأمل في آيات القرآن سيجد فيها ترابط جميل، سيجد فيها تسلسل رائع، سيجد فيها متعة، سيجد فيها تأثير للمشاعر، سيجد فيها يعني لما نقرأها بالتجويد سيجد فيها أيضا هناك أحكام نراعيها، بالتالي هناك بعض الأمور التي تجعل هناك سياق خاص لآيات القرآن يختلف عن أي شيء آخر. فالله عز وجل يسر القرآن، إذا ثق بأن الله عز وجل بما أنه يسر حفظ القرآن فأنت واحد من الأشخاص الذين بإذن الله الله عز وجل سييسر لهم حفظ القرآن. الشيء الثاني بعد ثقتك بالله عز وجل وتوكلك على الله عز وجل إنك تثق بما أعطاك الله عز وجل من إمكانات. أنت في يوم من الأيام حفظت، وأنت في يوم من الأيام حققت إنجازات، وأنت في يوم من الأيام استطعت أن تحقق هدف من الأهداف، إذن أنت بإذن الله مهيأ لحصد المزيد من الإنجازات. ما عليك إلا أن تستمر وتواصل وتبدأ مشروعك وأنت متوكلا على الله عز وجل وكلك ثقة بإمكاناتك اللي الله عز وجل أعطاك إياها. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل خلقك في أحسن صورة، الله عز وجل أعطاك إمكانات رائعة جدا تستطيع من خلالها حفظ القرآن. سأذهب لمثال ولعله يتضح المقال. هناك من حفظ القرآن وقدراتهم الدماغية ليست مكتملة، يعني لديهم أصلا في طبيعتهم الدماغية خلل، مع ذلك الله عز وجل يسر لهم حفظ القرآن. يا الله، ما بالك بإنسان معافى كامل القدرات الدماغية، كيف يكون وضعه؟ وضعه بالتأكيد أفضل، صح؟ وضعه بالتأكيد أجمل، وضعه بالتأكيد هو مهيئ أكثر. هذه الركيزة الأولى هي ركيزة الدافعية الداخلية. إذا طبقنا كل هذه الأمور اللي أخذناها واللي ذكرتها، هنا سيبدأ لديك دافع داخلي قوي جدا مهما كانت التحديات، مهما كانت الصعاب، مهما كانت الظروف، ستجد نفسك تتحداها، ستجد نفسك تهزم كل الأمور اللي تواجهك، حتى لو أخذت وقت طويل ستجد نفسك مستمر
إلى أن تحقق هدفك بمشيئة المولى جل في علاك. طيب، هناك دافعية خارجية ألمح عليها. الدافعية الخارجية هي الشيء الذي يأتي من الخارج، وأنا ربما تابعتم في منصات التواصل الاجتماعي أني أحذر منها، لأنه هذا الشيء الداخلي يعيق الخارجي، أقصد يعيق عمل الدافعية الداخلية. أنت عندك جزء في دماغك يعمل بتلقائية وبتحفيز ذاتي، لما أأتي له بدافعية خارجية خصوصا مادية، هنا يبدأ تعطيل الدافعية الداخلية، وبالتالي هذه الأشياء المادية تقتل الدافعية الداخلية. بعد فترة من الزمن الإنسان ربما يصل لإدمان، إدمان الدافعية الخارجية، يعني ما يتحرك إلا إذا جاء شيء من الخارج، ما يتحرك إلا لما أحد يقول راح أعطيك فلوس، لما راح أعطيك هدية، لما أعطيك جائزة، خصوصا إذا كان منذ الصغر. يعني هذا الشخص منذ الصغر وهو طفل، وأنا أسميها رشوة حقيقة، وهو يأخذ رشوة، اعمل كذا وخذ كذا، بعد فترة يصير خلاص هو مدمن لهذا الشيء، خلاص أعطيني ولا ما أسوي هذا الشيء. وللأسف سيجد أثر هذا الشيء الغير جيد في حياته في كل تفاصيله. فنحذر من الدافعية الخارجية. أفضل أنواع أو اللي ممكن نتقبلها وجيدة بحدود معينة لأنها من طبيعة البشر، ما يسمى بالثناء والشكر والمدح، إنه الشخص يثني على شخص أو يمدح أو كذا، هذا دافعية خارجية لكنها من طبيعة البشر، يعني ما هي مادية، نسميها معنوية، فبالتالي هي محرك للدافعية الداخلية ولا تعتبر رشوة ولا تعتبر دافع خارجي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الدافع الخارجي، لكن لو لاحظت الأحاديث النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا بما يتعلق في حفظ القرآن، كان يركز صلوات ربي وسلامه عليه على ماذا؟ على تحريك الدافعية الداخلية من خلال ربط حفظ القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن مع الأجر في الآخرة ومع المكانة في الدنيا. لاحظ كيف؟ هذا الشيء دافعية داخلية. طيب، لما يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو الآن يربط هذا الخيرية في الدنيا والآخرة، فيربط العمل بأثره في الدنيا والآخرة، ما قال راح أعطيك مالا. طيب، والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة. إذن هذه الركيزة الأولى، تمام، الدافعية الداخلية، ممكن تكتبوها لي، الدافعية الداخلية. إذن إيش هي الركيزة الأولى؟ الركيزة الأولى ماذا؟ الركيزة الأولى الدافعية الداخلية، تمام؟ طيب، القلوب الكثيرة هذه، يا سلام رائع. إذن هذه الشيء الأول، المحرك الإنساني، الدافع الداخلي، الدافعية الداخلية، هذه الركيزة الأولى. نروح مع بعض للركيزة الثانية، وهي ركيزة جدا مهمة، وهي ما يسمى بالانتباه. إيش معنى؟ معناه إذا أنت إنسان لديك انتباه عالي تستطيع أن تحفظ بسرعة. إذا انتباهك ضعيف بالتالي لن تستطيع أن تحفظ بسرعة. إذن أنا ما أروح للحفظ وأنا قدراتي الدماغية تحتاج تحسين. أنا دائما أقول أنه أولا اشتغل على تقوية قدراتك الدماغية. أنا عندي معسكر اسمه معسكر إنعاش الدماغ، إن شاء الله سينطلق بعد أسبوعين. الفكرة أنك أنت تريد تحفظ القرآن، تريد أن تتفوق دراسيا، تريد أن تقرأ الكتب، تريد أن كذا، عليك أولا بإنعاش دماغك، عليك أولا بأنك تقوي قدراتك الدماغية، لأنه ربما مع الزمن
مع الزمن يكون الانتباه ضعيف، يكون التركيز منخفض، يكون الملاحظة أصبحت ضعيفة، يكون هناك قدر كبير من الشرود الذهني وما إلى ذلك. فبالتالي لما أنت تأخذ جرعة كذا يعني حلوة جميلة كتدريب كيف تقوي انتباهك، كيف تقوي تركيزك وما إلى ذلك، ثم تبدأ في الحفظ، هنا سيكون الحفظ بالنسبة لديك أقوى وأفضل وأجمل. فأنا أنصح دائما بتدريب الدماغ قبل الانطلاق. لو دخلت على صفحتي باسمي مصرح القري في تويتر أو الانستغرام أو أي طرق التواصل الاجتماعي راح تحصلوا فكرة هذا المعسكر، وبإذن الله نكون مع بعض مدة 21 يوم، فحياكم الله. خلونا اليوم أعطيكم بعض التقنيات اللي من خلالها سترفع الانتباه. عندي انتباهين، في انتباه لحظي، يعني أنا عندي انتباه للشيء اللي أمامي الآن، أنا الآن أقدم هذا اللقاء وأنت الآن تشاهد شخص أمامك، المفروض أن يكون تركيزك الآن 100% معاي، مع كل كلمة، مع كل حركة، مع كل فكرة أقولها. إذا كنت معايا 100% أنت ما شاء الله انتباهك جميل. إذا لاحظت أنه والله أنت يفوتك من كلامي شيء أو من أفكاري شيء أو من طرحي شيء، فأنا أتحدث بالطريقة اللي هي تناسب حقيقة عمل الدماغ، أنا أرفع الرتم سريعا قليلا، لكن هذه الطريقة اللي تناسب الدماغ، البطء لا يناسب الدماغ، ورح نتكلم عن بعد شوي عن موضوع الحفظ والسماع وما إلى ذلك. فإذا كنت في اللحظة وكل الأمور عندك 100%، هذا نسميه التركيز اللحظي. في تركيز نسميه التركيز الداخلي، والتركيز الداخلي اللي هو أنت أي مدخل يدخل عن طريق العين أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس، أي مدخلات داخليا تدركها، يعني تدرك الآن أنه أمامي شخص، الشخص هذا يتكلم عن الانتباه، والانتباه يعني كذا، يعني التحليل الداخلي في دماغك لما يدخل إليه، هذا نسميه الانتباه الداخلي. طيب مهم جدا أن يكون عندك انتباه لحظي وفي تدريبات خاصة فيه، ومهم جدا أن يكون عندك انتباه داخلي، وعندما تكون الاثنين بشكل جيد، هنا أنت مثلا تأخذ الصفحة من القرآن وتريد أن تحفظها، فأنت مركز تماما على الآيات وكيف تدخل إلى دماغك ودماغك يستقبلها ويخزنها. هذه أهمية الانتباه. إذا الانتباه لديك ضعيف معناها راح تقرأ الصفحة وستجد أن انطباعها في ذاكرتك ضعيف، ربما حصل معك هذا الشيء من قبل، صح؟ صح. طيب خلونا نشوف الآن بعض التقنيات اللي ممكن تؤثر في الانتباه. أولا مقدار الحفظ، إذا أنت تريد أن تحفظ مثلا خلينا نقول 20 وجه، فيفضل أن يكون عندك زمن، يعني خطأ كبير جدا أنك تبدأ تحفظ قدر كبير، خصوصا في البدايات، خصوصا في البدايات، قدر كبير في زمن قصير. ليش؟ لأنه الانتباه لديك له قدر، له خلينا نمثله بقارورة ماء، تمام؟ أنت لما يكون لديك قارورة ماء وتشرب منها تشرب منها تشرب منها، ما راح يبقى فيها إلا قليل. الانتباه لديك ممتلئ 100%، بدأت الحفظ 100%، لكن أعطيته كم كبير من المدخلات في وقت قصير، بالتالي أنت قاعد تستنزف هذه الكمية وستفقد قدرتك الكبيرة على التركيز في وقت وجيز. يعني لو أنت بدأت تواصل الحفظ ستجد نفسك خلاص بعد الصفحة الخامسة أو السادسة أو كذا صار بالنسبة لديك الحفظ صعب. طبعا لما تكون أنت مدرب تركيزك صح، هنا لا راح يكون عندك جرعة كبيرة أو قدر كبير من التركيز راح يخدمك أكثر. فلذلك أنا قلت أنصح بالتدريب التركيز بداية وكل القدرات الدماغية. فأولا خذ لك قدر معقول، ابدأ بقدر، مثلا أنا عندي ساعة، لو قلت أنا في الساعة هذه كبدايات سأحفظ مثلا
خلينا نقول 5 أوجه. اليوم الثاني في الساعة هذه سأحفظ 6 أوجه. طبعا الدماغ لديه قدرة الله عز وجل أعطاه إياها، أنه المرونة العالية في الاستجابة للضغوط، أو خلينا نقول للأعباء التدريجية. يعني أنت اليوم حافظ 5 صفحات في ساعة، صح؟ بكرة لما تخليها 6 في ساعة يتقبلها، لكن لما تخليها 15 في ساعة ما راح يكون مرتاح وما راح يعطيك القدرات الدماغية. فأنت ابدأ بتدرج، ابدأ بتدرج. أنا أنصح بتثبيت الزمن والبداية التدرجية في الأوجه، وبالتالي هنا سيبدأ تركيزك يتوزع على الزمن. أنت عودت دماغك أنه أنا عندي ساعة كاملة وأحتاج منك تركيز عالي، وأيضا أحتاج أنك تحفظ كل هذه الأشياء. طبعا كنصيحة أنا أفضل 45 دقيقة وليست ساعة، لأنه معظم الناس متوسط التركيز لديهم 20 دقيقة، خصوصا اللي فوق 20 سنة. 20 دقيقة يكونوا 100%، تمام؟ بعد 20 دقيقة يبدأ يقل. فأنت إذا وصلت 45 دقيقة معاك من تركيزك 60-70 كويس، ها؟ بعد 45 دقيقة لازم تتوقف. التوقف هذا هو بمثابة إعادة شحن. توقف 5 دقائق، 10 دقائق، 20 دقيقة، ممكن تتحرك، ممكن تشرب ماء، ممكن تتحدث مع شخص آخر، لا بأس أنك تأخذ فواصل، لكن عادة لا تكون فواصل فيها شغل ذهني. يعني لا تروح في قضية ومشكلة ونقاش وكذا وتريد أن تواصل الحفظ، لا، هنا ستواجه تحدي كبير أنه تركيزك اللي بقي عندك راح. لكن يفضل أن تكون فواصل، ممكن يكون فواصل غفوة كذا تستلقي وتأخذ لك غفوة جميلة، يعني ممكن، وهذا طبعا شيء إيجابي. لو استطعت أن تستيقظ بعد 15 دقيقة أو 20 دقيقة يعتبر شيء جدا جميل، لأنه أفضل راحة لدماغك هو النوم. لا يوجد أفضل ولا أجمل شيء صحيا طبيعيا لدماغك من النوم. طيب، إذا أول شيء في الانتباه الكمية والزمن، خذ لك كمية معقولة في زمن معقول. الشيء الثاني عدد الحواس اللي أنت بتفعلها. كل ما كانت الحواس أكثر كل ما كان الانتباه أعلى. أنت عندك بصر، سمع، شم، ذوق، لمس، تمام؟ هذه مدخلات. طبعا في ذواكر مختلفة، عندنا تقريبا 11 ذاكرة، راح نتحدث عن مجموعة منها وكيف تفعل هذه الذواكر وكيف تخليها، لذلك سنتحدث عن هذه الجزئية بالتفصيل لاحقا. المهم هنا كل ما كان المدخلات بشكل مكثف، الحواس أكثر، كل ما كانت النتيجة أفضل على مستوى الانتباه، وهذه نقطة تعتبر جدا مهمة. من الأشياء المهمة لرفع الانتباه هي فكرك الداخلي، يعني أنت كيف تفكر عن نفسك؟ هل تقول عن نفسك أنا إن شاء الله أحفظ، أنا بإذن الله أستطيع أن أحفظ، أم تقول والله أنا دائما أجرب ودائما أفشل وأنا ذاكرتي ضعيفة وأنا ما أستطيع أحفظ؟ إذا كنت تتحدث مع ذاتك بطريقة سلبية فتأكد إن النتائج ستكون سلبية. ليش؟ لأنه الانتباه مرتبط بالفكر الذاتي عن نفسك. إذا أنت تفكر عن نفسك بطريقة إيجابية، عن قدراتك بطريقة جميلة، هنا سيبدأ دماغك يتحرر من الضغوط. الدماغ ما يعمل عليه ضغط، أنت لن تعمل عليك شخص فوق راسك كذا وربما يشتمك. أحيانا نحن نشتم أنفسنا، إن صحت العبارة، فربما نقول لأنفسنا كلمات للأسف سلبية، وبالتالي هذه الكلمات تعتبر ضغوط داخلية، ترفع مادة اسمها الكورتيزول في الدماغ، ولما ترتفع لديك للأسف الانتباه سيقل. ليه؟ لأنك أنت أصلا أعطيت لنفسك تثبيط داخلي، وهنا للأسف لن يكون لديك انتباه عالي.
إذن فكرك عن ذاتك وفكرك عن الحفظ، هذا الشيء الثاني، فكرك عن الحفظ، يعني أنت كيف تفكر، كيف توجهك للحفظ؟ هل تقول بإذن الله أن الحفظ جيد؟ هل تقول بإذن الله القرآن الناس حفظوا القرآن كثير، ناس حققوا هذا الإنجاز والحفظ بإذن الله ميسر؟ فما هو فكرك عن ذاتك وما هو فكرك عن الحفظ، هذا يؤثر في مستوى انتباهك. طيب آخر شيء في الانتباه رغبتك، رغبتك في الحفظ. كلما كان لديك رغبة عالية كلما كان لديك انتباه عالي. أعطيك سؤال جاوب لو سمحت على هذا السؤال، لماذا أنت الآن تشاهد هذا البث، هذا اللقاء، ليش؟ سؤال للجميع، لماذا أنت تشاهد هذا اللقاء؟ تقدر تجاوب؟ لماذا أنت تشاهد هذا اللقاء؟ ليش؟ للعلم. ما أدري والله، بس كذا داخل مع الناس. حاب أحفظ كتاب الله، لأني أريد حفظ القرآن من أجل إعطاء حل مشكلتي في الحفظ، لضبط حفظ كتاب الله، لحفظ القرآن. أريد أتعلم تقنيات جديدة تساعدني الحفظ، للاستفادة من طرق حفظ القرآن. من كل قلبي أتمنى حفظ كتاب الله. يا سلام، شوف شوف، الرغبة الموجودة في داخلك دفعتك دفعا لحضور هذا اللقاء. إذن إذا لديك رغبة داخلية في الحفظ، انتباهك سيكون مرتفع. إذا ليست لديك رغبة، يعني الشيء هذا ما لك رغبة فيه، لن يكون لديك دافعية. ما شاء الله، جميل والله. أيوة، رائع، بارك الله فيكم. إذن هذه النقطة الأخيرة، إنه الانتباه يحتاج لرغبة. أعطيكم مثال يتضح به المقال. ليش ما تشاء أو تقرأ كتب معينة ولا تقرأ كتب أخرى، مع أن الكتب هذه موجودة في المكتبة؟ لماذا تقرأ كتب محددة وتشعر بأنك تريد أن تلتهم هذا الكتاب أو تشتريه مهما كان المبلغ، بينما لا تشتري كتاب آخر مع أنه موجود في المكتبة وغيرك يشتريه؟ ليش؟ اختيار. أي ممتاز. ليش؟ لأنه أنت لديك رغبة في معرفة ما يوجد في هذا الكتاب أو تعلم ما هو موجود في هذا الكتاب، صح؟ طيب، إذن هذا الجانب جانب جدا، أيوة، جانب الرغبة يرفع الانتباه. طيب، كم موضوع في حياتك بدأته وأنت عندك رغبة وبالتالي كنت مستمتع فيه مع أنه كان في تعب، مع أنه كان في تعب، في مواضيع كثيرة، في أشياء كثيرة في حياتك كان فيها تعب، لكن عندك رغبة، أنت متشوق لها، لذلك واصلت وشعرت أنك يعني مركز تماما. إذن الرغبة مهمة جدا من أجل الانتباه. لذلك قبل ما تحفظ القرآن اكتب لماذا تريد أن تحفظ القرآن، اكتب قد ما تقدر. ليش تبغى تحفظ؟ إيش الأسباب؟ إيش الدوافع؟ اكتب قد ما تقدر.
هذه ستجعل لديك رغبة، وبالتالي الرغبة هذه ستعطيك انتباه وستعطيك دافعية داخلية. هنا حققت الركيزتين الأولتين المهمتين جدا، وهي الدافعية الداخلية والانتباه. طيب، هذه قبل الحفظ. استعداد قبل الانطلاق، دافعية داخلية، انتباه. خذوها مني، إذا الاثنتين هذه ما اشتغلت عليها بشكل جيد وما كانت متوفرة لديك بشكل جيد، للأسف سيكون هناك مشكلة في الحفظ، لأنه إذا الانتباه ضعيف سيؤثر في الحفظ، إذا الدافعية ضعيفة الوقود ما هو موجود ربما تتوقف في ربع الطريق أو منتصف الطريق، أو حتى لو حفظت القرآن كاملا بعد ما تنتهي ستجد نفسك تترك القرآن بعيد الشر عن الجميع. طيب، الآن جاء دور التقنيات، يعني أنا أريد أن أحفظ. طيب، ما هي أفضل الطرق للحفظ؟ ما هي أفضل الطرق للحفظ؟ إيش رأيكم؟ شاركوني كذا، ما هي أفضل الطرق للحفظ؟ أنا جهزت لكم مجموعة من الطرق وبنتناقش فيها إن شاء الله، والاستراتيجيات. أولا أحب أقول للجميع أنه الله عز وجل أعطاك نعمة عظيمة جدا. هذه النعمة العظيمة جدا أنه لديك مجموعة من الذواكر وليست ذاكرة واحدة فقط، بمعنى الله عز وجل لم يعطيك ذاكرة واحدة، بل إن من رحمته جل في علا أن أعطاك مجموعة من الذواكر. وحتى الأشخاص بعيد الشر عن الجميع اللي عندهم مثلا زهايمر مشكلتهم في ذاكرة واحدة، بينما بقية الذواكر ربما تعمل خصوصا في البدايات. فأنت الله عز وجل أعطاك كثير من الذواكر. الخطأ الشائع اللي واجهته في الدورات وفي الاستشارات وكذا إنه لا يفعلون الذواكر المختلفة. حديثنا الليلة إن شاء الله ما هي الذواكر المختلفة وكيف ممكن تفعلها. بفضل الله عز وجل أنا ألفت كتاب كامل وهو كتاب الذاكرة الحديدية. هذا الكتاب كتبت فيه طرق لتفعيل الذواكر المختلفة في مجالات كثيرة في الحياة، ووضعت فيه استراتيجيات كثيرة جدا للحفظ، ليس فقط حفظ القرآن بل حفظ أي شيء. اليوم بما أنه الحديث عن حفظ القرآن سنأخذ الذواكر وكيف ممكن تفعلها. أولا، كلما فعلت ذواكر أكثر على الأقل اثنتين أو ثلاث في حفظ الآية الواحدة كلما كان أفضل من جهتين. الجهة الأولى في عملية التشفير والتخزين الحفظ، والجهة الثانية في عملية الاسترجاع. أنت بدأت مثلا تصلي الله أكبر، وإذا كنت خزنت الآية مثلا سمعيا ولم يحضر الرابط السمعي وأنت تصلي لن تسترجع الآية. ليش؟ لأنك أنت ربطتها برابط واحد سمعي فقط، يعني ذاكرة سمعية. فالأفضل والأجمل أن يكون هناك ذاكرتين أو ثلاث تفعلها في الآية الواحدة. إذا لم يأتي الرابط مثلا السمعي يأتي الرابط البصري مثلا، فهنا يكون أفضل وأدعى للاسترجاع. إذن هو تفعيلها مهم في عملية التخزين وفي عملية الاسترجاع. متفقين؟ حلو. نقول على بركة الله، ما هي أنواع الذواكر؟ سأذكرها وأعطيكم أمثلة على تطبيقاتها. أول ذاكرة تسمى ذاكرة بصرية. الذاكرة البصرية 40% من الروابط العصبية التي تصل لدماغك جاية من البصر. جزء خاص هنا في مؤخرة الدماغ لديك، هذا الفص هو المسؤول عن البصر.
ذلك الأشخاص بعيد الشر اللي يتعرضوا لضربات في هذه المنطقة يفقدوا البصر. فالذاكرة البصرية تعتبر من أقوى أنواع الذواكر. العين تلتقط كل ربع ثانية صورة واحدة، كل ربع ثانية صورة واحدة، ثم تجمعها في الدماغ ثم تنقلها كصورة متكاملة، هذا كله في ثواني معدودة. فتعتبر الذاكرة البصرية من أقوى أنواع الذواكر. إذا فعلتها أنت بإذن الله ستجعل القرآن مطبوعا، تغمض عينيك ينفتح أمامك المصحف وتبدأ تقرأ. طيب إذا الذاكرة الأولى اسمها الذاكرة إيش؟ شاركوني. الذاكرة الأولى اسمها الذاكرة البصرية، صح؟ طيب الذاكرة البصرية كيف يمكن أني أفعلها؟ أولا بالنظر للآيات. حتى من يحفظ القرآن مهم جدا أنك تنظر للآيات في المراجعة، تنظر الآيات في المراجعة الدورية لاحقا، لأن كل ما نظرت للآيات انطبعت أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وبدأ الدماغ يأخذ صور 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 صور، لأن العين بحد ذاتها ما تفسر الصورة، هي تنقلها للدماغ وبعدين في جزء في الدماغ يستقبلها وينقلها للجزء البصري، وهناك يتم إيش؟ التفسير والتخزين. فكل ما نظرت للآيات كل ما انطبعت في ذهنك. أنا أفضل الطريقة التالية، أنك تفتح المصحف ثم تحدد سطر ثم تنظر لهذا السطر بعينك، سطر واحد، وتقرأه، تقرأه مرة مرتين ثلاث أربع، خصوصا في البدايات سطر واحد. ممكن مع الوقت، وأنا قلت هذه الطريقة في بعض المقاطع اللي على اليوتيوب، أنه ممكن تأخذ نصف صفحة، لكن ما أنصح بها إلا للشخص اللي درب ذهنه جيد والمتقدم، لكن ممكن تبدأ بسطر واحد، سطر واحد تقرأه خمس مرات فقط، خمس مرات كأقصى حد. مع الوقت أريدك أن تتحدى نفسك أنك تقرأه في مرتين بس مع الوقت، لكن ابدأ أنك تضع لك خمس مرات تقرأ سطر بعينك، تقرأه من غير كلام، طيب من غير كلام يعني صامت بس بالعين، وأنت تقرأ بعينك وعينك تمشي على الآيات، هنا ستبدأ العين تلتقط لقطات للآيات، وتبدأ زي ما قلنا كل ربع ثانية صورة تجمعها، وخلال قراءتك هذه الخمس مرات راح تجمعها كصورة كاملة زي أي صورة تشوفها الآن، سيبدأ العين تجمعها في الدماغ كصورة كاملة، سطر كامل كذا، وتضعه في دماغك، تمام؟ طيب ليش أنا أقول سطر؟ لأنه سيبدأ عندك زي عارفين الطوب البناء، بهذه الطريقة سيبدأ الدماغ يأخذها السطر هذا كطوبة، وبعدين يضع تحتها طوبة ثانية، طوبة ثالثة، رابعة، خامسة، إلين ما يبدأ الصفحة كاملة. طيب خذها في البدايات سطر 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 سطر، بعدين بعد ما تخلص حفظها سطر 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 ابدأ اقرأ الصفحة كاملة من ثلاث إلى خمس مرات متسلسلة، تمام؟ كذا عشان الدماغ يبدأ يتأكد أنه صور الصفحة الوجه كاملا. طيب قد تقول لي هذه طريقة في البدايات بطيئة. نعم ممكن تكون بطيئة في البدايات، لكن لو أنت مدرب دماغك صح ما تحتاج تقرأ سطر سطر، لا أنت ممكن تقرأ صفحة كاملة أو نصف صفحة وتطبق عليها نفس الطريقة، لأن الدماغ إذا صار مدرب مع الوقت. أنت لو بدأت مثلا في البداية سطر سطر، مع الوقت راح تقول أنه السطر قليل، لا خلينا سطرين، تمام؟ أنت بنفسك راح تقول الخمس دقائق طويلة، لا أو الخمس أقصد المرات كثيرة، لا خليها مرتين. إنما لا يعني لا تزيد عن خمس مرات للسطر. أما إذا أنت تريد أن تقرأ صفحة كاملة فلا بأس أن تصل إلى عشر مرات، يعني تقرأ الصفحة كاملة عشر مرات قراءة فقط، قراءة فقط، قراءة فقط، اقرأ. طيب
كذا انت طبعا شويه انا انت بتقول لي انا صامت الان، طيب وين الذاكره السمعيه؟ ايوه حلو حلو، انا بعطيك اياها منفرده وبعدين تاخذها منفرده عشان اريدك ان تفهم بعدين انك انت الان تفعل الذاكره الفلانيه. اريدك انك انت لاحقا تلاحظ نفسك انك قاعد تفعل كم ذاكره. جيد؟ حلو. هذه احدى الطرق. الطريقه الثانيه انك ممكن تقرا من مصحف ملون، انه يكون المصحف ملون، وهذا سيساعد الدماغ على التصوير والالتقاط، لان الدماغ يحب الالوان اكثر من الصفحه البيضاء والخط الاسود. لذلك من يحفظ من مصحف ملون حفظ البصري اسرع، حفظ البصري اسرع. ليه؟ لانه الالوان تفرق. انت لما تشوف الان صوره امامك ابيض واسود ما تحركك، لكن لما تشوف فيها الوان تقول يا الله جميل رائع. ليه؟ لان الالوان محفزه لدماغك، وبالتالي يكون انطباعها في ذاكرتك اقوى وافضل واجمل. فيفضل انك تستخدم مصحف ملون، موجوده في الاسواق، وحاول ان تاخذ نوعيه جيده في الطباعه وتتاكد من خلوها من اي اخطاء. ايضا من الاشياء الجميله انك ممكن تستخدم هذه الاقلام. طبعا افضل في الحفظ انك تاخذ مصحف خاص لك انت، مصحف للحفظ. والمصحف الخاص بالحفظ يفضل ان يكون كبيرا وليس صغيرا عشان الذاكره البصريه. هذا ما يعتمد على النظر، انت ممكن تكون زرقاء اليمامة، ممكن يكون بصرك قوي، لكن هذا له علاقه بانطباع الصوره في الدماغ. كل ما كانت الصوره اللي امامك كبيره كان انطباعها في الدماغ اقوى. فيفضل ان تستخدم مصحف كبير وليس صغير، يعني مصحف الجيب هذا لا يفضل في الحفظ. طيب انت اخذت مصحف، يفضل انك تستخدم مثلا ثلاثة أربعة من الألوان الفلوماستر التحديد. وأنت تقرأ الآيات لها مناسبات، الآيات لها مناسبات. مثلا هذه قصة موسى عليه السلام، وهذه قصة عيسى، وهذه مثلا تتكلم عن الجنة، وهذه تتكلم عن النار، وهذه تتكلم عن عذاب القبر وإلى آخره. فحدد لك مثلا أربع ألوان. إذا كان الحديث عن النار سيكون اللون كذا، إذا كان الحديث عن الجنة سيكون اللون كذا، إذا كان الحديث عن كذا. فأنت ابدأ اكتبها وحدد الألوان. لما تجي للصفحة والآيات هذه تتكلم مثلا عن الجنة، خذ اللون الخاص فيها وظللها، ظلل كل الآيات قبل ما تحفظها، قبل ما تحفظ. ثم ابدأ اقرأ الآيات واحفظها بنفس الطريقة السابقة وهي مظللة. ايش اللي راح يحصل في دماغك؟ راح يبدأ الدماغ الآن يخزن هذه الآيات كصورة كاملة بنفس اللون. لما تيجي تقرأ ستجد انه عندك تسلسل. ليش؟ لانك انت عارف انه هذه الآيات تتكلم عن الموضوع الفلاني، والدماغ يعطيك رابط اللون. لو انتهت الآيات وانتقلت للآيات اللي تحتها سيبدأ على طول مباشرة تشوف اللون الآخر. هنا ستبدأ الألوان تعمل في دماغك بشكل جيد. ربما البعض يقول والله هذا تحتاج مني جهد. القرآن يستاهل تعلمك أي شيء في الدنيا من أجل الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. يستاهل أنك تضع هذه الأشياء، يستحق منك هذا الجهد. نفس الكلام سيتكرر مع المصحف الملون اللي فيه الآيات أصلا جاهزة ملونة وفقا للمناسبات، بعضها وفقا للمناسبات وبعضها وفقا لل يعني للآيات، وما يعني بعض
يكون ملون فيها مثلا لفظ الجلالة أو كذا، يعني فما تكون كلها ملونة، لكن هذه ما أفضلها، أفضل المصحف اللي فيه ألوان بالمناسبات، بعضها ملونة وفقا لأسباب النزول، أو بعضها ربما التجويد وأحكام التجويد وما إلى ذلك. لا، أنا أقصد هنا فقط اللي ملونة للمناسبات. ليه؟ لأنك أنت الآن تعرف أنك ستقرأ عن قصة مثلا عيسى عليه السلام مثلا، فالآن أنت عارف أنك قاعد تقرأ، والآيات اللي موجودة في آخر سورة كذا في الأسفل، تمام؟ ليش؟ لأن اللون حلو. إذا هذه كلها من الأشياء اللي تحفز لديك الذاكرة البصرية، والذاكرة البصرية قوية جدا، إذا استثمرتها بهذه الطريقة ستكون جدا رائع. في بعض الطرق للذاكرة البصرية ستحدث مع عنها لما تحدث عن ذاكرة ثانية، ما هي هذه كل الطرق اللي تتعلق بالذاكرة البصرية، لكن في بعضها تتعلق بذاكرة أخرى، فسأدرجها معها إن شاء الله. كيف الأمور؟ الأمور جيدة؟ طيب اسمحوا لي أشرب قليلا من الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور جيدة؟ طيب بارك الله فيكم، أشكر لكم إنصاتكم، وأشكر لكم حضوركم الجميل، وإن شاء الله هذا البث سيشاهد حتى بعد انتهاء البث مجموعة من الأشخاص، وممكن تدعوهم حتى يعني يشاهدوه إن شاء الله لاحقا، ويكون الأجر لنا جميعا بمشيئة المولى جل في علا. طيب الذاكرة الثانية راح نتكلم عنها ما يسمى بالذاكرة الانفعالية. الذاكرة الانفعالية هي الذاكرة المتعلقة بالمشاعر، والمشاعر والانفعالات نوعين: مشاعر سرور، فرح، سعادة، ومشاعر حزن، خوف، ألم. الذاكرة هذه قوية جدا. ليش قوية جدا؟ لأنه ترتبط أو يرتبط فيها المدخل بعاطفة، والعاطفة هذه تفرز مواد كيميائية قوية في دماغك بشكل كبير. أعطيك مثال: تتذكر موقف سعيد مر عليك في حياتك؟ تتذكر موقف مؤلم مر عليك في حياتك؟ أكيد تتذكر. ليش أنا متأكد أنك تتذكر؟ لأنه هذه الذاكرة قوية. حتى لما نأتي في المعالجات السلوكية، كيف أنك الشخص يتحرر من بعض الأشياء السلبية والمواقف السلبية، لما يكون ارتباطها بانفعال نواجه تحدي. نعم ممكن، لكن نواجه تحدي. فالذاكرة الانفعالية يعني مرتبطة بمشاعر وانفعالات. طيب كيف ممكن نفعلها في حفظ القرآن الكريم؟ خذوا معايا بعض الطرق. أفضل طريقة أنا أراها إنك تقرأ الآيات بالتفسير وأسباب النزول، خصوصا التفسير. وأفضل أن تقرأ تفسير الآيات قبل الحفظ وليس بعد، عشان الذاكرة الانفعالية. ليش؟ لما تقرأ تفسير آيات تتكلم عن الجنة، وتبدأ تتأمل في هذه الآيات، أسأل المولى جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، قول أمين. لما تقرأ هذه الآيات وتبدأ كذا تنسجم مع تفسيرها، ستتحرك لديك مشاعر إيجابية وانفعالات، ستجعل الآيات تنطبع في دماغك من قبل ما تبدأ الحفظ. لذلك قراءة التفسير أنا يعني أرى بأنه ذات أهمية لمن يريد فعلا أن يحفظ القرآن، لأن القرآن حفظا وتدبرا وعملا.
فالتفسير سيساعدك كثيرا على ذلك. من حفظ القرآن من غير تفسير أنا أقول له اقرأ التفسير، لأنك ستشعر بتغير كامل في حياتك مع وجود التفسير. فضل الله عز وجل استطعت أني أختم تفسير القرآن، جلست تقريبا ما يقارب سنة ونصف تفسيرا فقط، وكان حقيقة له أثر كبير جدا جدا على مستوى الفكر، السلوك، الحياة، الحفظ، أشياء كثيرة جدا. فأنا أنصح بأنك فعلا قبل ما تبدأ تحفظ أنك تقرأ التفسير، عشان تبدأ الآيات تدخل بمشاعر. لما تدخل بانفعالات ومشاعر ستبدأ تقرأ وتجد في نفسك شيء داخلي يذكرك، اللي يذكرك هي المشاعر اللي دخلت مع حفظك للآيات. كذا نكون فعلنا الذاكرة الانفعالية بشكل جدا جميل. فاقرأ التفسير ثم انتقل للحفظ بأي طريقة تناسبك، كذا تكون فعلت الذاكرة الانفعالية. الذاكرة الثالثة الذاكرة الإجرائية، ذاكرة الخطوات، ذاكرة الأعمال. كيف تفعلها؟ واحد من الطرق المهمة جدا لتفعيل الذاكرة الإجرائية إنك تكتب الآيات. تكتب الآيات. من دعاني لتقديم هذا اللقاء، كنت في لقاء تلفزيوني في قناة المجد، وبعدين قال لي حقيقة الطريقة اللي ذكرتها على الشاشة طبقتها قبل ما أنطلق لصلاة التراويح، هو إمام. فيقول المصلين أنفسهم لاحظوا كيف دقة الحفظ لديه ومدى انسجامه مع الآيات. لذلك أنا أقول اكتب الآيات، إنما لا تكتبها على ورق أبيض، لا تأخذ ورق أبيض وتكتب عليه، لا، خذ لك ورق ملون، خذ لك ورق ملون واكتب الآيات عليه. وعندما تكتب اكتب بماذا؟ اكتب بألوان مختلفة. ممكن تكتب بأخضر، أحمر، أزرق، أصفر، إلى آخره. طيب، إذا الأولى أكتب بألوان على أوراق ملونة. الشيء الثاني، وهذا طبعا لها علاقة بالذاكرة البصرية، إذا هنا جمع ما بين ذاكرة بصرية وذاكرة سمعية، ذاكرة بصرية وذاكرة سمعية، أو ذاكرة بصرية وذاكرة إجرائية، عفوا، أنا ما أدري، أشوف الوقت كأنه راح ينتهي، ما أدري. طيب، الشيء الآخر، أثناء الحفظ حاول أنك ممكن تقف وتتحرك، يعني ممكن تقف وتتحرك أثناء الحفظ، يعني لا تبقى جالسا دائما، لا، ممكن تأخذ الآيات وتبدأ تترنم بها، يعني تتكلم بها. إذن الذاكرة السمعية ممكن تفعلها في طريقتين، إنك بعد ما تقرأ الآيات بصريا إنك تعيدها من مخيلتك سمعيا، وأيضا تقف وتتحرك، فهنا يكون ذاكرة إجرائية، ذاكرة بصرية، ذاكرة سمعية. أيضا من الطرق الممتازة لتفعيل الذاكرة إنك تصلي بما تحفظ، هنا تكون فعلت الذاكرة الإجرائية. طيب، جميل، نروح لذاكرة تسمى الذاكرة الحدثية والمتعلقة بالمكان والزمان. لما تحفظ الآية الفلانية أو الجزء الفلاني مثلا في المجلس، لا تحفظ الجزء الثاني وانت في نفس المكان، لا، روح مكان آخر، روح مثلا غرفة أخرى، روح المكتب، روح كذا، فغير مع كل السلام عليكم، حياكم الله جميعا. أعتقد أنه فصل البث قبل قليل، نواصل معاكم إن شاء الله ما بدأناه قبل قليل. طبعا كنا نتكلم عن الذواكر المختلفة، وكنا نتحدث عن
أن هناك عدة ذواكر. وصلنا معكم الذاكرة الإجرائية، فقلنا أنك ممكن تكتب الآيات، ممكن وإذا كتبت الآيات تكتبها على أوراق ملونة، وبعد وباستخدام أوراق ملونة أيضا أنك ممكن تسير وأنت تحفظ القرآن، هذا يعتبر ذاكرة إجرائية. وأيضا انتقلنا للذاكرة الحدثية، وقلنا أنك لما تحفظ الآيات حاول أنك تحفظها في أماكن مختلفة في المنزل، لأن الدماغ سيبدأ يربط الآيات بالأماكن المختلفة. هذه تعتبر أيضا من الذاكرة الحدثية. ولو أنت صليت زي ما تفضلتم بالمحفوظ الجديد أيضا سيعتبر ذاكرة إجرائية. بقي من الذواكر ما يسمى الذاكرة السمعية، والذاكرة السمعية أيضا تعتبر قوية إذا فعلت بشكل جيد. كيف أنا ممكن أفعل الذاكرة السمعية؟ الذاكرة السمعية تتعلق بالصوت ومستوياته، يعني لما أنا أقرأ الآيات فأحاول أني أسمع نفسي صوتي، ويفضل أنك تقرأ بطبقات وتقرأ بدرجات في الصوت. إذا أنت تستمع إلى شخص يقرأ فحاول أن تغير من تسمع له كل فترة. ليش؟ يعني كل ما ربطت المسموع بصوت كل ما كان أفضل. أيضا من الأشياء الجميلة أنك تقرأ أولا أن تسمع لشخص يقرأ بأحكام التجويد. ليه؟ لأنه هناك أحكام معينة تحتاج منه مدود، توقفات، ما إلى ذلك. فبالتالي لما يقرأ شخص بتجويد هو يدرب لك الذاكرة السمعية ويدخل لك الآيات عن طريق الذاكرة السمعية بشكل جدا ممتاز. أيضا أنت لما تقرأ حاول أيضا أن تقرأ بتجويد وأن تقرأ بطبقات مختلفة، الآيات اللي فيها مثلا ممكن. وإذا كتبت الآيات تكتبها على أوراق ملونة، وبعد وباستخدام أوراق ملونة أيضا أنك ممكن تسير وأنت تحفظ القرآن، هذا يعتبر ذاكرة إجرائية. وأيضا انتقلنا للذاكرة الحدثية، وقلنا أنك لما تحفظ الآيات حاول أنك تحفظها في أماكن مختلفة في المنزل، لأن الدماغ سيبدأ يربط الآيات بالأماكن المختلفة. هذه تعتبر أيضا من الذاكرة الحدثية. ولو أنت صليت زي ما تفضلتم بالمحفوظ الجديد أيضا سيعتبر ذاكرة إجرائية. طيب بقي من الذواكر ما يسمى الذاكرة السمعية، والذاكرة السمعية أيضا تعتبر قوية إذا فعلت بشكل جيد. كيف أنا ممكن أفعل الذاكرة السمعية؟ الذاكرة السمعية تتعلق بالصوت ومستوياته، يعني لما أنا أقرأ الآيات فأحاول أني أسمع نفسي صوتي، ويفضل أنك تقرأ بطبقات وتقرأ بدرجات في الصوت. إذا أنت تستمع إلى شخص يقرأ فحاول أن تغير من تسمع له كل فترة. ليش؟ يعني كل ما ربطت المسموع بصوت كل ما كان أفضل. أيضا من الأشياء الجميلة أنك تقرأ أولا أن تسمع لشخص يقرأ بأحكام التجويد. ليه؟ لأنه هناك أحكام معينة تحتاج منه مدود، توقفات، ما إلى ذلك. فبالتالي
لما يقرأ شخص بتجويد هو يدرب لك الذاكرة السمعية ويدخل لك الـ 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 الآيات عن طريق الذاكرة السمعية بشكل جدا ممتاز. أيضا أنت لما تقرأ حاول أيضا أن تقرأ بتجويد وأن تقرأ بطبقات مختلفة، الآيات اللي فيها مثلا عن بعيد الشر عن النار تبدأ تقرأها كذا بتأثر، آيات مبشرة بالجنة تقرأها يعني بإيقاع خاص فيها يناسبها وما إلى ذلك. أيوة، ممكن تحاكي الشيخ اللي سمعت له. طبعا أنا أفضل دائما أنك تستمع قبل الحفظ. ليش؟ لأنك كل ما استمعت ودربت أذنك جيدا تمام وبدأت تقرأ كما سمعت وتحفظ كما سمعت، أنت هنا تدرب ذاكرتك السمعية بشكل جدا ممتاز. يعني لما تقرأ لا تقرأ بأسلوبك العادي، لا، حاول أن تقرأ وكأنك الشخص الذي سمعت له. جيد، هنا ستدرب الذاكرة السمعية لديك بشكل جدا ممتاز. من التقنيات المهمة أنك عندما تستمع لا تضع مصدر السماع سواء كان جوال أو شيء جهة الأذن اليسرى، لا، ضعها جهة الأذن اليمنى. يعني لو أنت بتسمع من جوال تمام، ضع الجوال في الجهة اليمنى، في الأذن اليمنى. ليش الأذن اليمنى؟ لأن الجزء الأيمن لديك متصل بالفص الأيسر، والفص الأيسر دماغيا لديك هو المسؤول عن الكلمات تمام، وأنت تريد أن تحفظ كلمات وجمل تمام، فضعها على الأذن اليسرى. أيوة، ضعها على الأذن اليمنى حتى تنتقل للفص الأيسر بشكل أسرع. هذه أعيد النقطة هذه مهمة جدا، حاول أن يكون مصدر الإدخال من الأذن اليمنى، لأن الجزء الدماغي المسؤول عن تحليل الكلمات الفص الأيسر. بالتالي لما تدخل المعلومات الصوت على الأذن اليمنى بسرعة ستذهب للفص الأيسر، فيبدأ هنا الحفظ أسرع تمام. الشيء الثاني أنه الصوت والنغمة في الفص الأيمن، لكن الكلمات أولى من الأصوات. فأنت لما تسمع بصوت الكلمات راح تروح للفص الأيسر والنغمات راح تروح للفص الأيمن. عشان كذا لما تسمع كلمات أو أنت تقرأ حاول أن تكون الكلمات منغمة حتى تفعل الفصين الأيمن والأيسر، كلمات ونغمات. طيب لما قلنا تكتب الكلمات بألوان، الكلمات فص أيسر، الألوان فص أيمن، بالتالي أنت هنا نشطت وربطت ما بين فصي الدماغ. حلو. طيب لما قلنا تتحرك في الذاكرة الإجرائية، الذاكرة الإجرائية جزء منها في المخيخ، المخيخ وليس المخ، جزء صغير تمام. فأنت هنا تتحرك وتقرأ وتسمع، جعلت هناك ترابط ما بين المخيخ وبين المخ، بالتالي صار هناك التخزين أفضل. حلو. طيب إذا كل هذه الذواكر اللي ذكرتها، الذاكرة البصرية، الذاكرة السمعية، الذاكرة الإجرائية، الذاكرة الانفعالية، الذاكرة الحدثية، كل هذه الذواكر الأفضل والأجمل إنك تدمج بينها وتستخدمها في حفظ مثلا صفحة واحدة أو وجه واحد. استخدم الذاكرة البصرية، استخدم الذاكرة السمعية، استخدم الذاكرة الحدثية، استخدم الذاكرة الإجرائية والانفعالية. كيف ممكن تدمج؟ آمين. كيف ممكن تدمج بينها؟ الدمج يكون كالتالي، انك تقرأ بصريا حلو
وعندما تريد أن تسترجع ما حفظته تقف وتسير وتردد بصوت جميل حلو، هنا يكون بصرية، إجرائية، سمعية، حلو؟ طيب، وأنت تحفظ هذه الآيات في مكان وانتقلت بعد ذلك لمكان آخر، هذه ذاكرة إيش؟ ذاكرة حدثية، حلو؟ وقرأت التفسير أو أسباب النزول قبل، فالتفسير ذاكرة انفعالية، أسباب النزول ذاكرة حدثية. فلما تدمج ما بين هذه كلها مع بعض كذا تكون فعلت أكبر قدر ممكن من الذواكر في الحفظ، يعني في الصفحة الواحدة. جيد؟ فهنا نحقق الهدف. لو جيت الموضوع الاسترجاع، وهذا اللي راح أختم فيه إن شاء الله، لو جيت الموضوع الاسترجاع وأنت قمت بالتشفير بالحفظ باستخدام كل أنواع الذواكر أو على الأقل اثنتين أو ثلاث، وبدأت تريد أن تسمع الشيء الذي حفظته، تمام، يحصل لك التالي: إنك لو لم يستحضر دماغك رابط بصري سيأتي رابط سمعي أو ذا أو رابط حدثي أو رابط إجرائي أو ما إلى ذلك. جيد؟ طيب، فكل هذه الطرق هي طرق لحفظ القرآن الكريم. استخدم هذه الذواكر المختلفة، هذه الذواكر هي ما قدمته لنا أبحاث الدماغ، أنه لدينا ذواكر مختلفة، وكيف أنا ممكن أفعلها في حياتي، وكيف ممكن استخدمها في حفظ القرآن. من يحفظ بهذه الطريقة بإذن الله سيكون لديه الحفظ سريعا، ويهمني بدرجة أولى أنه سيكون حفظا متينا قويا بمشيئة المولى جل في علاه، لأن السرعة تأتي مع الزمن وليس شرطا تكون في البداية. وأيضا هناك شيء ثاني، أنه عملية الاسترجاع لاحقا ستكون بإذن الله قوية. آخر شيء في موضوع المراجعة، لما تأتي تراجع الآن حفظت، فأنا أفضل إذا عندك ساعة خلي ربع ساعة حفظ جديد، والبقية بقية الساعة مراجعة. المراجعة أهم من الحفظ الجديد. ليه؟ لأن الدماغ يبني على ما يسبقه، تمام؟ فأنت بتحفظ شيء جديد واللي قبله ضعيف، معناه أنت الأساس عندك ضعيف، فأنت ثبت الأساس عشان الآيات اللي راح تأتي لاحقا ترتبط بها بشكل قوي. فمثلا خلي 45 دقيقة مثلا مراجعة و15 دقيقة حفظ كل يوم إذا أنت عندك ساعة كاملة، فابدأ بالمراجعة ثم انتقل للحفظ. هنا سيأتي الربط، لكن لو أنت خليت الوقت كله للحفظ والمراجعة قليل، معناها أنت ستبدأ تفقد الآيات. شيء ثاني في موضوع الحفظ أو المراجعة، المراجعة يفضل أن تكون في البدايات مكثفة. في نموذج منتشر ونشرته قبل فترة على حساباتي وكذا، وهو أنه في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع اجعل التكرار قريب قريب جدا. بعد اليوم الرابع لا، ممكن يكون تراجع الجزء اللي حفظته في اليوم الأول بعد عدة أيام. يعني أنت راجعت هذا الجزء اليوم الأول والثاني والثالث الرابع والخامس والسادس، ما تراجع، تراجع السابع مثلا، تمام؟ ففي البداية خلي المراجعة مكثفة، وبعد ذلك اترك مسافات أكبر بين المراجعات. ليه؟ لأن المحفوظ الجديد ما يكون في الذاكرة الطويلة باقي، فتحتاج تعمل عليه عشان يلتقل للذاكرة الطويلة، بينما المحفوظ السابق القديم يكون وصل للذاكرة الطويلة بشكل جيد، فيحتاج منك مراجعة كل فترة وليس مثل المحفوظ الجديد. فأنت ركز دائما على تثبيت المحفوظ الجديد،
وتعهد المحفوظ القديم حتى هنا يحصل التخزين في الذاكرة الطويلة باستمرار. طبعا المراجعة متى؟ المراجعة يفضل أن تكون في وقت تكون صافي فيه ذهنيا، أو تكون قبل نومك. لما مثلا تراجع حفظك مثلا في صلاة الليل، تقوم الليل، يعتبر جدا ممتاز، لأن الدماغ وانت نايم برضو ايش يراجع. فلو انت راجعت قبل النوم راح يبدأ الدماغ يكرر هذه المراجعات وانت ايضا نائم. المهم انك تراجع قبل ما تحفظ، وزي ما قلنا تعهد الجديد بالمراجعة المكثفة، والقديم اعطيه كل فترة حتى ايضا لا تفقده. حلو، كذا نكون أخذنا جولة على موضوع تقنيات في حفظ القرآن بتوظيف أبحاث الدماغ العلمية. أشكركم على الإنصات، بارك الله فيكم، وأسأل المولى جل في علاه أن ينفع بما قيل الملقي والمتلقي. هذه بعض الأشياء اللي حبينا نشارككم فيها، وأسأل المولى جل في علاه للتوفيق ولكم السداد، وأن يعيننا وإياكم على تدبر القرآن وحفظه والعمل به. وإن كان من تواصل فأنا أسعد بكم على طرق التواصل الاجتماعي، فقط أكتب اسمي، أكتب مصلح القرني، وبإذن الله ستجد صفحاتي في طرق التواصل، فأنا أستقبل أسئلتكم على طرق التواصل، فقط بس أكتب مصلح القرني، وإن شاء الله سأجيب عن أي أسئلة، لأنه كان موعد البث يعني ساعة تقريبا، وما شاء الله أخذنا أكثر من ساعة، إنما حبيت أني أنهي الموضوع للجميع، فأسأل المولى جل في علاه أن يجعلنا موفقين، وبإذن الله طبقوا ثم طبقوا ثم طبقوا، بإذن الله راح تشوفوا كيف الفرق مع تطبيق هذه التقنيات، والكثير استفادوا منها، وإن شاء الله ستكون منهم في قادم الأيام بمشيئة المولى جل في علا. شكرا للجميع، في أمان الله، يعطيكم العافية، أستقبل أسئلتكم على حساباتي، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.